السلام عليكم ورحمة الله. حتكلم على أرابيلا إنفكشن. أرابيلا إنفكشن هي مرض فيروسي بسبب فيروس أرابيلا اللي هو يعني RNA فيروس من عائلة التوكا فيروس. خلاص يعني هو أرابيلا فيروس يعرف العربية الحصبة الألمانية، وهو مرض لله الحمد سيلف ليميتد وفيري مايلد في الأطفال، يمكن يكون شوي يعني مو سيفير في الادلت والادولسنت ايج اكثر، بس ان جنرالي ات از سيلف ليميتد. هو بس خطير عن النساء الحوامل، بيكون خطير يعني لما يجي عن النساء الحوامل لانه بيضر الجنين او الفيتس حقهم، ف اتس فيري دينجرس فور ذا فيتس، فالطفل يتولد بعده مشاكل. عاده الأرابيلا يعني نبدا اول شيء بالمرض اللي تصيب الاطفال ولا والكبار، يعني نقول هو سيلف ليميتد ديزيز. الانكوبيشن بيريد حقه من اسبوعين الى 2 to 3 weeks، تمام. وعاده يعني هو يكون انفكشوس بالدروبلت اسبيرتوري دروبلت. فتره العدوى تكون في اسبوع قبل ظهور الاعراض واسبوع بعد ظهور السكن راش، لكن قمه الافكتيفيتي او اكثر شيء يعني اكثر العدوى يوم قبل الاعراض وخمس ايام بعد ظهور الأعراض. هذه أكثر فترة بتكون معدية جدا. إيش تظهر الأعراض؟ أول شيء يعني تظهر على في أول يوم يومين على شكل يعني فيفر خفيفة لو جريد فيفر، وحين تكون فيفر أبسنت، ويكون في هذه الفترة في بقعة كده حمراء أو زرقاء في سقف الحنك أو البلت نسميها فورتشايمر سبوت. فورتشايمر سبوت غير الكوبليك سبوت حق الميزلز اللي تبان في الشيك. الكوبليك سبوت في الميزلز هذه برضو تبان يعني قبل يعني قبل الحرارة بشوية أو أثناء الحرارة في الشيك اللي نسميها كوبليك سبوت. بعد اللوغريت فيفر بيوم أو يومين يبان السكين راش على شكل ماكلو بابلر راش، يبدأ زي الميزلز من الفيس بعدين على الشست والترانك والأبدومين، ويعني بس هو على عكس الميزلز يختفي بسرعة في خلال 3 أيام، عشان كده بعضهم سموه 3 days disease. والاختفاء نفس الشيء يبدأ من الرأس ويعني يختفي من يعني ويزرع وبعدين من يختفي من الشيست والأبدومن. هذا الاختفاء حق السكين راش. طيب على عكس الميزلز ما بيكون كده غامق أو ما بيحصل له داركنس، ما بيغمق أو يسود وما بيتجمع كده مع بعض، تكون كده الراش كده مفصولة كده عن بعض. في الميزلز ممكن يتجمع مع بعض ويعملوا زي يعني البيجر سكين راش. خلاص هذه يعني أعراض يعني أرابيلا يعني بشكل عام. الكومبليكيشن حقتها يعني ما نادرة، سواء كانت نيمونيا يعني أو السبتك مننجاتس أو إنكفالاتس ما نادرة. حتى السبتك مننجاتس والإنكفالاتس أعراضها زي مننجاتس وإنكفالاتس، بس المورتاليتي ريت حقتها very very low. خلاص ممكن تحصل أشياء تانية، أوتاتس ميديا، ثايروداتس، أرثرايتس، بس يعني كلها مايلد يعني things وما هي that's common، تمام. أخطر حاجة في طبعا برضو typically مع السكين راش والفيفر عندهم 3 ليف نود typically large posterior cervical okay post ocular occipital ليف نود. ما في ديزيز يأثر على 3 ليف نود هذه زي أرابيلا، تمام. يعني انفكشن هو في النساء الحوامل بيكون خطير، بيعمل الكونجيت الأرابيلا سندروم. الكونجيت يعني أرابيلا سندروم هذه يأثر على الفيتس ويخليه مولود بعدة مشاكل، من ضمنها انه يكون ماكروسيفاليك، بيكون مع هيباتوسبينوميجالي، مع بيتكيل اسكناش، مع كده في الفيس زي راش كده بيتكيال نسميها بلو باي مافن عشان الفيس بيشبه البلو باي مافن. هيباتوسبينوميجالي، جونديس، ممكن يعمل لهم كونجنتال هارت ديزيز بي دي اي او بيرفرال بلمونري ستينوزيس، جلوكوما وكاتاراكت وديفنس. ممكن يعمل لهم اندوكراين بروبلمز في الثيرويد والديابيتس، وممكن يعمل لهم ديفلوبمنتال ديلي. والمورتاليتي ريت حقته عاليه، وكثير من المورتاليتي ريت حقته عاليه، وكثير من البيبيهات ممكن يعني يموتوا يحصل لهم مسكارج او ابورشن. كيف يمنعوا؟ انفورشنتلي ما في منه جلوبلين اذا الحامل حصل له اكسبوجر،
ما في منه جلوبلين يمنعه، بس تحسن الحوامل طبعا قبل ما يحملوا يعني يكون ياخذ الفاكسين يعني قبل الحمل. هو اصلا روتين فاكسين الام ام ار بتاخذ على 12 مانث و 18 مانث وعلى 4 تو 6 years ثلاثه جرعات خلاص 12 مانث و 18 مانث و 4 تو 6 years هذه ثلاثه جرعات اللي هي الام ام ار ميزلز ومامس ورابيلا.